عطر وحده تقدر تاخذنا عبر الذكريات الى وجوه او بلاد او مواقف، واصبح العطر مرتبط بطريقه كبيره جدا في حياتنا اليوميه. للبعض العطر مجرد رائحه تضاف للبس، والبعض يعتبر العطر جزء من هويتهم وشخصيتهم، لكن لمحمد ابو حجر العطر اكثر من مجرد رائحه، لدرجه انه اصبح خبير فيها وبكل تفاصيلها. أعتقد هي الحكاية تبدأ بموهبة، قد إيه الإنسان يبدأ يحاول يركز عليها أو يسقلها كان لها دور كبير. لما سافرت للدراسة سافرت لباريس، وكان عندي تعلق عاطفي كبير بالوالدة بحكم أن أنا الولد الوحيد، فما كنت أقدر أنام من غير ما أخذ زجاجة عطرها أبخها في اللحاف أو المخدة أو الشرشف عشان أقدر أحس إنه أنا في البيت وإن والدتي هي حواليا. بحكم الدراسة في باريس بدأت أطلع وأقرأ وأستكشف أكثر عن العطور. نيش هو مصطلح تصنيفي لنوعية العطر المصنع. فالنيش هو مصطلح يصف العطر ويصف الميزانية المخصصة له، ويصف كمان أهم مزايا أنه حيكون إنتاجه أقل. كثير من العطور حتلاقي أنها مرقمة أو limited edition، حتلاقي أنه جودتها وزيوتها المستخدمة أعلى، حتلاقي فيها مواصفات لا تتوفر في العطور اللي هي الديزاينر اللي هي أصلاً بيصنعوها مصنعي الملابس أو الفاشن اللي أطلق على بسببهم على العطور هذه أنها ديزاينر. أنا أؤمن أن المستوحى عبارة عن كوبي أو نسخة أرخص من النسخة الأصلية، وصار في هوجة كبيرة عن العطور المستوحاة أو المقلدة. والشيء اللي أنا صراحة أحس أنه يزعل أنه بعضهم يستخدم حتى اسم وصورة العطر الأصلي ويقول لك إحنا نسخنا هذا أو إحنا استوحينا من هذا العطر نفس الرائحة عشر السعر أو حتى أقل من عشر السعر. فبالجودة هذه وبالسعر ده أنت إيش تستنى؟ يعني أنت لما تلاقي عطر بتسعين ريال وأنت أو بمية وخمسين ريال، فأنت مثلا التكلفة الحقيقية ترى لا تتجاوز 10%، فأنت قاعد تستخدم عطر 50 مل أو 100 مل تكلفته الأصلية 10 ريال أو 15 ريال، أنت إيش مستني منه كواليتي؟ هل هذا فعلاً حيكون سيف على صحتك؟ ما حيأثر؟ ما حيسوي لك كتمة؟ ما حيسوي لك أزمة؟ ما حيسوي لك حساسية؟ ما حيسوي لك تهيجات؟ ما حيأثر على بشرتك، على جلدك، على تنفسك؟ مشاعر السعد، MBC جدة.